تونس اللي حسيت فيها في عهد الثورة، اللي هي حشتها بالطمأنينة، حشتها بالأمن، حشتها بالسيادة، حشتها. احنا كنا مواطنين كنا خايفين على مستقبل تونس. انا نهني تونس اليوم وقول الضر انتصر على السواد، والحمد لله ان شاء الله ديما ضو تونس يبقى مشرق. واليوم بالمناسبة عمت في كاليفورنيا، عمت مع اخواني السباحين من الشعب الامريكي، وكل التوانسة راهو الشعب الامريكي والشعب التونسي الصداقة ما بيناتهم لا تمحى لا تمحى مهما يكون الاعمال العنيفة اللي تتقام. اليوم قاعد نعوم في كاليفورنيا مش نبني البحر الازرق السلام بتاع تونس اللي هو تمس في بحيرة تونس، والامريكان والكل مع الشعب التونسي فهمت ولا. واحنا هنا باش نقول علم تونس هو علم السلام، وبلادنا تبقى ديما مرجع للسلام. وشكرا.